بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عزيزتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، متتبعي قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. جيتكم اليوم فيديو جديد على قناتكم، الفيديو بعنوان دون انتظار قرارات مجالس الأقسام يمكنك معرفة هل أنت ناجح أم راسب، بالمختصر المفيد. إذن سنقوم باختصار كل المعلومات المتعلقة بقرارات مجالس الأقسام، وكذلك كيف أعرف أنني ناجح أم راسب دون انتظار هذه القرارات. ابقوا معي. إذن قرارات مجالس الأقسام، نعلم أن المسؤول الرئيسي عن عتبة النجاح هي مجالس الأقسام، التي من الاختصاصات ديالها أنها كتاخذ القرارات ديال انتقال التلاميذ إلى المستويات الموالية أو للسماح لهم بالتكرار أو فصلهم نهاية السنة الدراسية، وذلك طبعا بناء على النتائج المحصل عليه. إذن الاجتماع كما قلت لكم كيحضروا السيد المدير، وكيحضروه الأساتذة ديال المؤسسة، وكيحضروا كذلك ممثل عن جمعية آباء وأولياء تلميذات والتلاميذ. إذا المسؤول الرئيسي عن إقرار النجاح من عدمه هو مجالس الأقسام. إذا كما قلنا شحال هذه، بأنه هذه المجالس ديال الأقسام كتنعقد على الأقل مرتين في السنة، عند النهاية ديال الدورة الأولى وعند نهاية السنة الدراسية. لماذا؟ لأن قلنا من الاختصاصات ديالو هو أنه الإقرار ديال النجاح ديال التلاميذ ولا الوصول ديال التلاميذ، يعني خصو يكون في الأخر ديال الدورة وفي الأخر ديال السنة الدراسية. إذا هادو هما القرارات ديال مجالس الأقسام. إذا هاد المجالس كتحسم في عتبات النجاح، كتحسم في النجاح ديال التلاميذ أو التكرار ديالهم، وكذلك تتبع المسار الدراسي لهؤلاء التلاميذ والتلميذات. إذن هل أنت ناجح أم راسب؟ إذن الحكاية باختصار هو انتقال التلاميذ والتلميذات الحاصلون والحاصلات على المعدل في الدورة الأولى إلى المستوى الموالي. انتقال أي نجاح التلاميذ والتلميذات اللي عندهم المعدل في الدورة الأولى بغض النظر على مجالس الأقسام، بغض النظر قلنا على قرارات مجالس الأقسام. بالنسبة لغير الحاصلين على المعدل، يظل الأمر مرتبطا بمجالس الأقسام في تحديد القرار. بالنسبة للناس اللي ما جابوش المعدل في الدورة الأولى، هاد الناس هادو المصير ديالهم أو النجاح ديالهم أو الرسوب ديالهم مرتبط بالقرارات ديال مجالس الأقسام اللي غادي تحدد القرارات. إذا هنايا كنتكلم على المعدل، هنا تكلمت على المعدل، الحاصلون على المعدل أو الغير الحاصلون على المعدل. إذا المعدل هو النقطة 5/10 بالنسبة للسلك الابتدائي، يعني 5 وما فوق بالنسبة للابتدائي و10 وما فوق بالنسبة للثانوي التأهيلي والثانوي إعدادي. إذا بالنسبة للنجاح والرسوب ديال التلاميذ بجوج احتمالات. بالنسبة للناس اللي عندهم المعدل في الدورة الأولى، هادو ما يخموش، ما يساينوش القرارات ديال مجالس الأقسام، هادو ما ناجحين، غادي ينتقلوا للمستويات الموالية إن شاء الله. بالنسبة للغير الحاصلين على المعدل في الدورة الأولى وجابوا مثلا معدلات مزيانة في الدورة الثانية، ممكن أنهم تهم يضمنوا النجاح ديالهم بدون انتظار مجالس الأقسام، لأن الأساتذة غادي يحسموا في هذه المسألة هادية، غادي يشوفوا داك النقاط اللي حصلتوا عليهم في الفرض الأول. دائما كنتكلم على الناس اللي داروا فروض في الدورة الثانية، بالنسبة للي ما داروش الفروض غادي يديروا معاهم حل بإنزال عتبة النجاح إلى مثلا 9.5 أو 9.4 أو 4.5 بالنسبة للابتدائي. إذن هادشي اللي عندي في هذا الفيديو، شكرا لكم على المتابعة. في الأخير أدعوكم للاشتراك في القناة، قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، الضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد القناة. كنتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.